معالي الشيخ عبد الله صالح بارك الله فيكم، هذا يقول في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يسأل بارك الله فيكم عن الهداية وضوابط الهداية، وكيف يحقق المسلم هذه الهداية من خلال عمله ومعتقده في الله سبحانه وتعالى. هذه الآية نزلت في ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على دعوة عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويحميه من أذى قومه، فلما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وإلى النطق بالشهادتين ليموت على ذلك، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده حضرة سيئة من المشركين، قالوا له: وترغب عن ملة عبد المطلب التي هي عبادة الأوثان؟ فالرسول كرر عليه وكرروا عليه أن لا يستجيب للرسول وأن يبقى على دين آبائه لئلا يجر عليهم مسبة بزعمهم، فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب. فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب له الهداية ويحب الهداية لكل البشر، ولكن لعمه خاصة في مقابل ما أسداه من حماية له، فإنه يحرص على أن يموت على الإسلام وأن يدخل الجنة، ولكن الله عز وجل لم يقدر هذا بسبب أن أبا طالب آثر الحمية الجاهلية لدين آبائه واجبه، فالله جل وعلا حرمه من النطق بالشهادتين بسبب أنه هو حرص على الحمية الجاهلية لدين آبائه وآثر ذلك على الإسلام. الله جل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية على نوعين: هداية البيان والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، فإن الله بين وأرشد الخلق لعبادة الله وحده لا شريك له من أجل سعادتهم ونجاتهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والنوع الثاني هداية التوفيق، هداية التوفيق وهي هداية القلوب، فهذه إنما يجعلها الله لمن يقبل الحق ويقبل عليه، فإن الله يهديه نظرا لحرصه على الخير وحرصه على الهداية، الله يوفقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهو أعلم بالمهتدين، الذين يستحقون هداية التوفيق والثبات على الحق. نعم.